ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو. مرحبا بك سيد يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم سيد يوسف، برأيك يعني هل حديث أردوغان هذا اليوم إشارة لأحداث لها ما بعدها؟ بكل تأكيد يجب أن يعلم بأن تركيا ما تزال هي معنية بما يحدث في الشأن الليبي بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بينها وبين الحكومة الشرعية حكومة الوفاق، وبعد توقيع هذه الاتفاقية الأمنية التدخل التركي بناء على الدعوة التي وجهت لتركيا من قبل الحكومة. تركيا متواجدة تقوم ورادعة لضحض كل الهجمات الإرهابية التي يقودها حفتر وما وراء حفتر من الدول التي تخطط ليكون هنالك مخططات إقليمية واستراتيجية معنية بالشأن الليبي، وتركيا أفسدت هذه المخططات. وبالتالي تأكيد من قبل الرئيس أردوغان بخطابه اليوم على أن تركيا ماضية في دعمها للشرعية ودعمها لحكومة الوفاق، ولن يتم التراجع مع وجود النتائج الإيجابية على الأرض. المناظرة تغيرت يا سيدي، وهنالك تقدم واضح للحكومة الشرعية، وهنالك هزائم متتالية للمنشق مجرم الحرب حفتر، وتأكيد أردوغان اليوم على أن تركيا هي ستستمر في دعمها لهذه الشرعية ولن يتم التراجع، على الرغم من وجود الكثير من بعض الدويلات هنا وهناك التي بدأت بالعلن تحاول أن تدعم من جديد حفتر من خلال إرسال الأموال والمرتزقة، سواء من دول الجوار كمصر أو من دول الخليج كالإمارات وغيرها. ولكن موقف تركيا واضح وثابت، وسيستمر في تزايد، سيستمر الدعم التركي في تزايد، هذا ما يفهم من خطاب الطيب أردوغان. نعم، في حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني ذكر أنه يترقب أخبار مهمة من ليبيا، إلى ما يشير ذلك برأيك؟ يشير إلى أن هنالك بعض العمليات النوعية تم الاستعداد لها، وأنه تم إرسال الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية، وإرسال الطائرات بدون طيار ذات الأسلحة التي هي الآن تعطي الغطاء الجوي والتفوق النوعي لإصابة مراكز المعسكرات التابعة لحفتر. ويشير أن هنالك ستكون مفاجآت قبيل العيد من خلال الخطط الموضوعة للتوسع وبسط السيطرة وإلحاق الهزائم بالإرهابيين الموجودين في المناطق الأخرى. التقهقر الآن الموجود مع ميليشيات حفتر الآن والتراجعات الموجودة أمام الانتصارات التي تحققها الحكومة الوفاق مدعومة من قبل تركيا ستستمر، وبالتالي سنسمع نتائج قريبة، وربما سأتكلم عن نتائج إيجابية قريبة في نهاية رمضان. نعم. مع العيد في الشرق الليبي أيضا.